فالرجاء من كل العاملين على مستوى هذا المرفق وعلى المسؤولين متابعة الاستغلال الأمثل لهذه السفينة بكل مرافقها. وأنتم كما لاحظتم فهي مدينة عائمة بكل المرافق، مرافق تليق بفنادق 5 نجوم. وبالتالي فأرجو من العاملين وكذا حتى من المسافرين لتوسيع طبعا هذه الرحلات والاستغلال الأمثل لمقدرات الجزائر السياحية ومقدرات الجزائر في مجال النقل البحري للمسافرين. نحن نحوز حاليا على 3 بواخر جديدة، وهناك بواخر كذلك كانت موجودة سابقا سوف تستعمل الاستعمال الأمثل، خاصة بالنسبة لنقل المسافرين ما بين ضفتين. سوف نذهب إن شاء الله بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية إلى فتح وجهات جديدة نحو إفريقيا ونحو آسيا، وهذا ما يواكب العودة المحمودة للدبلوماسية الجزائرية تفعيل دور الجزائر في الخارج وحضورها في الخارج طبعا. وكل الوسائل المتاحة سوف نستعملها من أجل طبعا التمكين للجزائر في المحافل الدولية وفي طبعا شعاعها القاري وحتى شعاعها على مستوى البحر الأبيض المتوسط.